انا بالنسبه لي اصلي المسلسل كان نقله تانية ومود تاني بصراحه، وانا حباه قوي. بلس انه انا على قد ما قدرت حاولت انه يبقى الموضوع بسيط، ما يبقاش فيه افوره في الدور. الناس مبسوطه بالدور، ناس كتير حابه الدور، في ناس كتير زعلانه قوي على كامله، في ناس زعلت من كامله، يعني في وفي، بس كناس كتيره قوي حابه قوي الدور بتاع كامله الحمد لله. هو الدور بصراحه كان محتاج ان انا اتمرن له، لان انا اول مره العب رياضه معينه في فيلم او في مسلسل. حته انها تبقى بتاعه كيك بوكسنج دي هي اوريدي بتلعب، لان هي منها رساله برضو ان انت يعني تعمل رساله لاي بنوته انها تعمل حاجه دفاع عن النفس، اللي هي ممكن تعمل اللي هي رياضه مثلا كاراتيه، الكونغ فو، الكيك بوكس، الحاجات اللي هي تبقى فيها اللي هو الدفاع عن النفس. فانا حبيتها بصراحه. انا كنت لاخر بتمرن عادي جدا، بزقت نفسي مستمره، يعني حابه الموضوع قوي. يعني حتى انا الكوتش عندي مبسوط قوي، لاني قال لي منى بقيتي متغيره جدا، وحتى الشيب بتاعي اتغير من كتر التمرين. عندنا حفلات اللي جاي كلها من الاوبرا ومن يعني مهرجانات. هلا بلشنا نودع المهرجانات، بس بشكل عام مصر بالسنة عندي كتير حفلات بمصر، وعندنا كليبين جديد رح ينزلوا، كليب وصفوا لي عيونك وكليب قصة حب ميكس إن شاء الله على ما يعني على الفضائيات المصرية. فيلم Jesus and the Others اللي هو المسيح والآخرون، ده فيلم عالمي، معنا أبطال كتيرة من مصر ودول عربية وأوروبا وأمريكا، وفي منهم ناس كتير نومينيز أوسكارز وخدوا جوائز أوسكارز، لا يعني سواء قدام الكاميرا أو خلف الكاميرا، يعني معنا نشاط ناس أنا مش عارفة هحس بيه وأنا رايح أقابلهم الناس دي الصراحة يعني. فلا لا هيبقى حاجة قوية إن شاء الله. أنا عملت أوديشنز لهشام عبد الخالق، هو المنتج، مش هشام عبد الخالق هنا، هشام عبد الخالق مخرج تاني برضو بيعمل حاجات عالمية، وعملت أوديشنز وخدني في دور. هو كل الأدوار على فكرة كلها يعني مفيش ممثل كومبار، مفيش حاجة اسمها ممثل كومبارس، هو كل دور ممثل، كبار وصغيرين، مشهورين جدا ومش مشهورين جدا، كله دور. هو ما فيش حاجه اسمها، مش حاجه اسمها ضيف شرف، فاهم؟ فالمسلسل الفيلم كله سري كده. فانا عملت اوديشنز وكنت اصلا مترشحه لدور، وبعدين غيروا لي الدور تاني. فبس الفتره دي فتره ان انا بحاول الاقي حاجه يعني بنفس قوه طلعت روحي الصراحه، يعني ما اقدرش، مش عايزه اعمل حاجه اقل منها، عايزه ان شاء الله اللي جايه تبقى اقوى. فلسه فترة ان انا بقى بحضر وبشوفه. والله مبسوط جدا بالتكريم النهارده، وخصوصا ان هو من الجمهور. انا بحب التكريم اللي بيجي من تصويت الجمهور يعني، وبقدره وببقى مهتم ان انا ابقى موجود فيه يعني. انا ولاد رزق فيلم بحبه جدا، من حتى ولاد رزق واحد يعني، فيلم فيه حته كده انا بحبها جدا، وبحب جدا الشغل مع طارق العريان. وولاد رزق اتنين كمان خضني بصراحة الفيدباك بتاعه، يعني انا اتبسطت جدا وانا بصور، وده اللي بيبسطني يعني، ما بقاش مستني قوي فيدباك، بس كمان لما بيحصل الفيدباك ده بتبقى حاجة بتبسطك اكتر كمان يعني. بهتم بالايرادات طبعا من اول 122، لان السينما ايرادات يعني، انت في الاخر ما هو يعني لازم لما تيجي تعمل فيلم المنتج يتحمس انه يعمل لك فيلم تاني، فمش هيعمل كده غير لما يبقى افلامك بتجيب ايرادات يعني. اولاد رزق 3 لسه هي فكره، بس لسه ما فيش اي حاجه بتحصل يعني. المسرح كمشروع هو مش مسرح طفل، انا هو مسرح اسره. أنا لعبت على حاجة الطفل بيحبها والكبير كمان بيحبها. فكرة إنه طفل بس، لأ، إحنا نزل فيلم علاء الدين، كبار وأطفال راحوا يتفرجوا عليه، إحنا بنحب ده، لكن بنحترمه أجنبي، لكن ما بنحترمهوش مصري، نصنفه أطفال، لكن بره ما بيصنفوش أطفال. أنا احترمت الطفل جدا واحترمت فكره وقدمت بفكر كبير. يعني ممكن لو طفلة تبقى صعبة على طفل عنده 6 سنين أو 7 سنين هيسأل، ما روحتش للصغير، روحت إن أنا أكبر دماغه، روحت للاستعراض والإبهار المسرحي، ما روحتش للتعليم. ولو في كلمة عايزة أقولها بقولها من خلال أغنية، من خلال رقصة، من خلال نكتة، مش نكتة كلاون، لا كأفيه يعني. بس أنا بعلم الطفل بمنهج جديد خالص. في ان شاء الله مشروع كبير جدا، سلسله كبيره جدا من العروض، ستيب باي ستيب باذن الله، بس هي مستمره. مسلسل حواديت الشانزليزيه ان شاء الله هتشوفوه الشهر الجاي،
تأليف أيمن سليم وإخراج مرقص عادل، إنتاج سينرجي، وإن شاء الله كده هتشوفوا حاجة حلوة قوي. إحنا مخلصين نص المسلسل وشغالين، وإن شاء الله المسلسل هينزل قريب قوي يعني. خارج سيزون 45 حلقة، أول مرة أشترك في خارج السيزون، وإن شاء الله المسلسل هيعمل صدى حلو قوي. دور بالنسبة لي مختلف تماما، فحبيته فقلت كنت لازم أشترك فيه. أنا عامل محقق جنائي، يعني عامل شارلوك هولمز قوي في الفترة دي. راح تكون في أغنية بعنوان ندمانة إن شاء الله يا راي، هالمرة راح أنتقل على لون جديد أتحدى نفسي فيه. راح تكون كلمات وألحان إيهاب أمير، وإخراج الترك برودكشن، وراح تصور في المغرب إن شاء الله. أنا غنيت أغنية مش فرقة، وغنيت أغنية زمن بدور اللي كانت شعبي مصري، وإن شاء الله ليش لا أني أعطي الجمهور المصري ما شاء الله، لأن يعني زمان بدور كانت فالخير علي. إن شاء الله الأعمال الجاية في المستقبل إن شاء الله أنها تنال استحسان الجمهور، راح تكون متنوعة من عراقي من لبناني من خليجي مغربي، فإن شاء الله كل ما أطرح أغنية تنال استحسان الجمهور العربي والمغربي إن شاء الله يا رب. عندي مسلسل إن شاء الله حاجة كويسة قوي قوي بإذن الله، بإذن الله قريب جدا كمان إن شاء الله. أنا الحقيقة كنت في السوشيال ميديا مش شاطرة قوي، بس ابتديت أبقى دؤوبة وشاطرة، ومبسوطة إن أنا بقيت قريبة من الناس أكتر، أعرف تعليقاتهم، أعرف حاجات كتير، يعني بقيت ملمة بحاجات كتير، فأكيد مبسوطة بالسوشيال ميديا أكيد.